مين فينا ما يحب القهوة ويحب ريحتها؟ بس اليوم حقول لكم على بعض المسكات الطبيعية لعلاج مشاكل البشرة وكمان فوائد القهوة. القهوة تمنح البشرة النضارة والإشراق وتشد الوجه وكمان ترطبه، ولو كان شكلك تعبان تودي علامات الإرهاق تماما. أول شيء نبدأ مع ماسك القهوة والشوفان. هذا الماسك مفيد لجميع أنواع البشرة، بس إذا كانت بشرتك جافة حطي معاه ملعقة كبيرة من جوز الهند، أما إذا كانت بشرتك دهنية على عادية حطي معاه ملعقة كبيرة من اللبن. وبس تحتاجي لتحضير هذا الماسك ملعقة كبيرة من الشوفان وملعقة كبيرة من الماء الدافئ. أما ماسك القهوة والحليب فمفيد لشد البشرة وتبييضها. إذا كان عندك بعض البقع الداكنة على الوجه تقدر تستخدمي هذا الماسك. كل اللي تحتاجيه 3 ملاعق كبيرة من القهوة وكوب من الحليب. أما إذا بشرتك فيها كثير من البثور فمالك غير ماسك القهوة والسكر. تقدر تخلطي القهوة مع السكر مع موية الورد وتستخدميه لتقشير بسيط وناعم. وطبعاً آخر شيء من أهم الماسكات اللي من القهوة هو ماسك القهوة والبيض اللي حتساعد بشرتك من حروق الشمس، وإحنا دائماً عندنا الصيف حار فهذا الماسك جداً مفيد بالذات للناس اللي يعيشوا في دول الخليج.